نعرفوا الطاكسي اللي عنده كانت عنده قيمه، والطاكسي هو الاول هو الاخر، وكان كيدخل للمرزق مده 70 عام من نهار كاين المينا، هو الطاكسي هو الاول. ودابا نادو جابوا نقل سياحي اللي فيه الفلوس اللي كياخذوا معدو فلوس الكيران يدخلوا وترونسبورت كلشي كيدخل الا الطاكسي، والطاكسي هو الاول هو الاخر في الدار البيضاء في المغرب كله، وهو اللي عنده حق وعنده قانون ديالو مرخص لي سيدنا نصر الله. وفي الاخر ولا كيتحبس الطاكسي ديال الدار البيضاء ما يدخلش المينا، هذا بسبب هذا عاب وعار. واش الطاكسي فيه 2 متر وما يدخلش، والكار اللي فيه 50 متر يدخل عنده البلاصه. حنا واقفين كنحتجوا دابا على الحق ديالنا يعطوا لنا، انما المرسق حنا اللي كندخلوا ليها. الاداره اللي ما دارت معنا كنسول دابا المرسق، ندخلوا حنا الباب المرسق. نهار تجي السفينه راه مثل واحد ما كيخرج، غادي يسدوا باب المرسق. حنا واقفين تما حتى يفكوا معنا المشكل. اذا كان عندنا حق غادي ناخذوه، ما عندنا حقش هذا الكريم غادي نحطوه حنا ونخرجوا في حالاتنا كاع نقول بلا 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 كريم. هذا هو الحل اللي غادي نديرو معاهم، انما السلطه ما استجابت لنا. السلطه كلها تمزقت، قالت لك اسيدي عندكم هادو هما اللي عندكم مشكل معاهم، شوفوا مع المدير ديال هما اللي شوفوا مع السلطه كلها، قالت لك حنا هادشي ما شغلناش، حنا ما حابسينكمش. الحوار معاهم تحاوروا الله اعلم ما كاين معامل. وحنا دابا راه اليوم غنباتوا هنا، ولا ما فكش المشكل غنباتوا هنا ونضلوا هنا اللي حتى تفك هذا المشكل. والصاعقه هو والصاعقه هو المسؤول فينا هو والمسؤول فينا هو. اليوم حنا دايرين واحد الوقفه قدام الوكاله الوطنيه للموانئ على قبل الاخوان ديالنا اللي تمنعوا من كورونا ليومنا هذا ما يدخلوش يشوفوا دوك اللي يخدموا في الموانئ السياحيه لنقل السياح، وهذا قانون حق ديالهم وكانوا تيخدموا من قبل. كاين الناس اكثريه الاشخاص معنا هنا السائقين المهنيين اللي هما ضاربين 30 عام وما تيشتغلوا لداخل، دونك كاينه واحد الفتره واحد المده يعني واحد المده زمنيه مده تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 شهور اللي تيجيو الموانئ، يعني كاينه واحد لا سيزون اللي تي هما تيدخلوا تستافدوا منها وتيخدموا فيها. اليوم تنستافدوا تنشوفوا بان الاخوان ديالنا تمنعوا بصفه نهائيه وتيدخلوا سيارات اخرى اللي هما ما عندهمش الحق انهم ينقلوا الاشخاص يعني خدامين بلابليكاسيون، وكاينين سيارات اخرى اللي هما ما عرفناهمش حاليا الاسماء ديال دوك الشركات اللي داخلين خدامين لداخل. في الوقت اللي خص الاخوان ديالنا اللي هما خصهم يستافدوا من هادشي، لان سياره اوجا كما تعلم الجميع هي رخصه وعندها مأذونيه وهبه ملكيه وعندها مصاريف وعندها شلة حوايج، بالاضافه للغازوال اللي هو الثمن ديالو تضاعف، يعني بعد ما كان ب 8 درهم ولا ب 16 درهم. اذا هاد الاخوان هادو اش غيوكلوا لوليداتهم باش غيعيشوا وليداتهم؟ كانت حوارات مع الناس مسؤولين، لكن الناس مسؤولين تيصبوا المدير ديال الشركه او المسؤول ديال الشركه هو اللي مانع على سياره الاجره انهم يدخلوا للداخل. اذا بغينا نشوفوا هذا المسؤول هذا اللي في اليد ديالو كما تنقولوا العصا السحريه ومانع الاخوان باش ما يشتغلوش بالقانون، شكون هو هذا الشخص وشكون هما هاد الشركات اللي داخلين خدامين للداخل بدون حق، وشكون عاطيهم التفويض باش يخدموا للداخل؟ هذا هو السؤال. اليوم اللي حنا تنتابعوا الشركات اللي هما وهميه ديال التطبيقات اللي تعدى العدد ديالهم ربما واحد 16 او 18 شركه حاليا، تنتفاجئوا باننا تنصادموا مع الشخص هذا اللي ما عرفناش بالضبط يعني شكون بمن مقوي.